قال مجلس الذهب العالمي أن صناديق الذهب المتداولة العالمية شهدت ارتفاعا في التدفقات الواردة لمدة 4 أشهر متتالية، ما أدى إلى ارتفاع الأصول المدارة العالمية بنسبة 20%. أوضح تقرير مجلس الذهب العالمي أن حجم التدفقات النقدية إلى صناديق الذهب في شهر أغسطس سجل صافي نحو 28.5 طن ذهب بسبب ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 3.6%.